جامعه الازهر في اسيوط. حضراتكم اكيد تابعتوا وشفتوا خلال الساعات اللي فاتت دي الفوره بتاعت شائعه اختطاف واغتصاب بنت من بنات جامعه الازهر في اسيوط، وانها يعني ماتت من النزيف اللي تعرضت له بعد اغتصابها، ولقوها مرميه في الزراعات اللي جنب المدينه. ده بين قوسين الموضوع اللي بيتم العزف عليه الان. وعايز اقول لكم انه الكلام ده زي كلام كتير جدا كلام لقيط. بمعنى ايه؟ يعني انت قدام في حساب لبنت من الازهر، محدش يعرف هويتها ايه ولا هي فين. كتبت في الاول كده قالت ايه؟ انا بنت في جامعه الازهر. ورونا يا جماعه. قالت انا بنت في جامعه الازهر فرع اسيوط كليه البنات يوم الاثنين اللي فات الساعه 6 المغرب. بنت اتخطفت من المدينه الجامعيه عندنا في اسيوط، كانت قاعده بتذاكر في الجنينه وفجاه البنات سمعت صويت ليها، والكهربائي كان بيصلح النور في المبنى الخامس قال للبنات اندهوا المس في بنت بتصوت. ولما جري عشان يشوفها لقى حد بينط من على السور، وفعلا البنت اتخطفت، وهددوا البنات كلها ان اللي هيتكلم من المدينه الجامعيه هيتفصل من الجامعه. والبنت قالت للمس صاحبتي اتخطفت، قالت لها مش هترجع ولو رجعت مش هتبقى زي الاول، وهددوا كل البنات اللي هيتكلم هيتفصل من الجامعه. وتاني يوم لقيوا البنت جثتها في الزرع وحد مغتصبها، كلموا اهلها والشرطه جت وكتموا على الخبر وغيروا اقوال الكهربائي والبنات. كويس؟ ده الكلام اللي اتبنت عليه القصه كلها في المدينه الجامعيه لبنات الازهر في اسيوط. اللي هو يبان من الكلام بشكل واضح جدا، مش عايز اقول حاله التلفيق ولكن حاله الخيال. ليه؟ لانه ده بيلخص، لانه البوست ده لف في التواصل الاجتماعي يبان فيه الخيال، لانه القصه متكامله من اول الصوت اللي سمعوه حتى تغيير اقوال الكهربائي في المحضر. ده في الوقت اللي احنا بنلاقي فيه قضايا في البلد لا يتم التكتم عليها على الاطلاق، وبيتم التحقيق واعلان النتائج بشكل واضح جدا. يعني البلد مثلا اللي لم تتستر على وزير فاسد وهو في السجن، ولا تتستر على مسؤولين كبار وهم في السجن، مش هتتستر على جريمة خطف بنت واغتصابها في مدينة الأزهر. ولذلك السؤال هو ليه قصة زي دي تبان؟ هقول لكم ليه. لكن الأول لازم ندور على مساحة استغلال هذه الحادثة. لما البنات في الازهر في اسيوط كتبوا كده على صفحاتهم وبتاع، بداوا يجمعوا بعض ويعملوا مظاهرات، وعندنا صور وفيديوهات من هذه المظاهرات نوريها لحضراتكم، وموجودين هنا اهم بيتكلموا، ودي واحده منقبه بتتكلم على الموضوع وبحده شديده. انا ما حبيتش يعني ان احنا نقول الصوت لانه القصه كلها كذب. واللي عاوزين يروجوا ده اهو البنات بيدقوا على الباب بتاع المدينه الجامعيه اللي هم عاملين فيها الاعتصام. وبعدين درجه ايه؟ انه الترويج بيتم انه البنات اللي تظاهروا دول اترمى عليهم غاز مسيل للدموع، وهذا لم يحدث لانه الامن اللي هو يقدر يفض المظاهره دي في 3 دقائق. كان بيتفاوض مع البنات انه يا جماعه ما فيش معلومه واحده، يعني لحد بيقول البنت دي مين ولا شكلها ايه ولا صورتها ايه ولا بنت مين ولا اهلها دول فين، واذا كان في حد غير الاقوال في المحضر فاهلها دول مش هيفرطوا في بنته. يعني خلي الاداره بتاعت جامعه الازهر هناك مثلا متواطئه ومش عاوزه تبين حاجه، طب اهلها يسكتوا؟ ما اهلها مش هيسكتوا. ففي قصه تم اختراعها. كان موفق جدا مثلا الدكتور اسامه عبد الرؤوف نائب جامعه الازهر للوجه الابلي، طلع ووضح المساله وقال الحكايه بدات ازاي والحقيقه فين. انا معايا الدكتور اسامه عبد الرؤوف نائب رئيس جامعه الازهر للوجه الابلي. يا معالي الدكتور اهلا بيك يا فندم.
يا اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. يعني انا عارف انه انتوا تعرضتوا لسيل من الشائعات والاخبار الملفقه والكاذبه خلال الساعات اللي فاتت. طمنا يا فندم على اللي حصل من الاول، المساله وصلت لحضرتك ازاي وتصرفتوا معاها باي شكل؟ والله يا صاحبي احنا يعني مش عارف اقول لحضرتك ايه وابدا منين، لكن انا كان عندي بنت كده يعني ربنا يشفيها فيها، عندها صرع. جاتها حاله الصرع الساعه في المغرب يوم الاثنين، وبدات تصوت. وطبعا انت عارف حضرتك الصرع ده يعني محدش يملك نفسه. تمام. فهي في الدور الارضي وابتدت تصرخ في مبنى اثنين في المدينه. انا عندي خمس مباني. خمس مباني في مدينه الطالبات اللي هي تبع جامعه الازهر هناك. ايوه. كويس. ففي بعض البنات في البلكونات اللي هي في المباني الثانيه سمعوا الصويت، فتهيأ ليهم حوالين المبنى بعض الـ يعني الزرع يعني اللي هو خاص بالحديقه بتاعت المدينه. الجنينه بتاعت المدينه. بالظبط. فواحده بنت تهيأ لها ان في صوت طالع من النجيله دي او من الزرع ده. بالظبط. تطور الموضوع، واحده قالت لها لا ده في بنت بتصرخ عشان خاطر شكلها كده في نوع من الحشرات او العقارب لدغتها. في بنتين جايين، الراجل الكهربائي اللي هو بالليل بيقعد على اساس لو حصلت مشكله في الكهرباء، قال لهم زميلتكم في صوت صويت، فياريت تبلغوا المشرفه فين الصويت ده. تمام. فالبنات راحوا على مبنى خمسه، عملوا دوشة هناك، قالوا لهم ده في بنت بتصوت بره في الشارع او في الحديقة بره. طبعا البنات ما شافوش، بس بناء على ان الراجل لان ممنوع الراجل. يعني احنا هنا اول حد الكهربائي نقل لبنات، البنات خدوا كلامه وراحوا نقلوه. بالظبط. الموضوع اتطور، لا ده في بنت. طبعا كان الكلام ده 6:30، 7:10 كان عربية الاسعاف وصلت وسحبت البنت اللي عندها صرع وتوكلوا على الله بيها. البنت دي اسمها ايه يا دكتور؟ انهي بنت اللي هي اللي صرخت دي؟ طيب ماشي اسمح لي يعني كلهم اتفضل اتفضل اتفضل. يعني العادات والتقاليد مش عايزين معاك معاك يا فندم. انا اعتذر عن السؤال، اعتذر عن السؤال. اتفضل. لا حقك حقك. اتفضل. لا ده حقك. اتفضل. فسعادتك اتطور الموضوع، بنات معينه وانا بقصد كلمه معينه يعني. ايوه ليهم انتماء سياسي. يعني ابتدوا قالوا لا ده في بنت تحت واغتصبت شويتين، بنت ماتت واتحطت في شوال وطلعوا بيها من على السور. طبعا ذكروا اسم بنت معينه، البنت المعينه دي موجوده لان كانت نزلت اجازه يومين عند والدها. عند والدها في اقاصي الصعيد. الراجل بنته موجوده جنبه واخده تصريح 48 ساعه، يعني ما عندناش اي مشكله. جات البنت وقفت وسط البنات النهارده وقالت لهم انا موجوده وما عنديش اي مشكله. انا السؤال انا اللي انا بطرحه، انا عايز بس حد يقول لي انا عندي 3452 طالبه. لا يوجد عندي اي بنت مفقوده. وانا استسمح سيادتكم يعني ان اي حد يطلع علينا كده، واي شخص يقول لي انا اديني اسم طالبه ورقم غرفتها والمكان اللي هي فيه. تمام. عشان ندور. أيوه. على اللف الخفي ده اللي هم يعني شغالين عليه. معاك. وحق اي ولي امر بنته في اسيوط من حقه يتصل بيا الليل قبل النهار يطمن على بنته. تمام. فيعني شيء لا يمكن تصوره، ويعني شيء لا. وانا انا 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 بشكر حضرتك والله يا دكتور، لانه انا عارف انه الموقف فجاه انت لقيت نفسك في يعني هذه الفوضى من الشائعات، وفي استغلال تم للحكايه، استغلال سيء جدا، فانا بشكرك لهذا الايضاح. واحب اطمن سعادتك ان الناس اللي واقفين ورا الموضوع ده قائد التحقيق وفيهم اعضاء التدريب. تمام تمام. ده مهم جدا يا فندم. ال المدينه ليها سور كويس مش كده؟ سورها بالظبط كده بقول لحضرتك، الاربع جوانب اقل جانب 3.5 متر، الجانب اللي ناحيه السكه الحديد 4 متر. بشكرك بشكرك دكتور اسامه عبد الرؤوف نائب رئيس جامعه الازهر للوجه الابلي.
هنا خلينا السيناريو. هذا هو الرجل المسؤول هناك، نائب رئيس الجامعه ليه الوجه الابلي، بيتكلم ببساطه شديده جدا عن اللي حصل. هرتب لحضراتكم الحدث تاني. يوم الاثنين بنت بتعاني من الصرع، صرخت، الاسعاف جت خدتها وديتها المستشفى. كهربائي قال للبنات موجودين، في بنت كانت بتصرخ. هو بيتكلم هنا عن بنات بينتموا لاتجاه معين، واعضاء هيئه التدريس بينتموا لاتجاه سياسي معين. انا هقعد اقول لكم اتجاه سياسي معين بينتموا الى جماعه الاخوان الارهابيه بشكل واضح. وبدات الحكايه تصعد زي ما انتم سمعتوا كده من البنت اللي كاتبه انه اتخطفت واغتصبت وماتت من النزيف بفعل الاغتصاب، والكهربائي غير اقواله. فاذا هنا عندي خيال. البنت ده دي الجريمه اللي الناس كانت بتتنقل. تم انه البنت اللي هم قالوا اسمها كانت مروحه نازله عند في بيتهم ورجعت وقالت ان انا موجود. مساله ببساطه كده. اوري لحضرتك مثلا اللي هم بقى المتحالفين مع جماعه الاخوان اللي هم بيشتغلوا لاستغلال هذا الموضوع. يبقى هنا البنات اللي بينتموا لهذه الجماعه واعضاء التدريس اللي بينتموا او متعاطفين واللي هم قيد التحقيق زي ما قال لنا نائب رئيس الجامعه، يعملوا الحدث يصنعوه هنا وبعدين يطلعوه على التواصل الاجتماعي، وبعدين تلاقي بالليل مندبه شغاله على القنوات اياها اللي انتوا عارفين، دون ان يكون هناك اساس من الصحه لهذا الموضوع. يعني اللي هو فكره ايه؟ هتلاقوا مثلا عمرو عبهادي اللي هو انا بس بدلل لكم ده مش احتفاء باللي هم بيكتبوه، ولكن تدليل على انه السيناريو ماشي كده. حدث يحصل على الارض، يتم تصديره على التواصل الاجتماعي، يتم استغلاله واعاده تصديره للناس، الحقوا زي ما عمرو عبهادي كاتب اهو. يقول لك جامعه الازهر فرع اسيوط، يقول لك ايه؟ طالبه تم اغتصابها وماتت، والجامعه بدل ما تحقق في الموضوع نزلت بيان نفت واعتقلت الطالبات اللي تظاهرت عشان حق زميلتهم. ليه نجيب القاتل لما ممكن نطمس الجريمه كلها ونعتقل اللي شافها؟ وبعدين محمد الصغير برضو، ده محمد الصغير ده احد المدلسين وهنجيله. انا مش عارف ليه احنا وقفنا الحلقات بتاعت الاجراء، لان الاجراء كتير جدا. فمحمد الصغير ده واحد من يعني الاجراء الكبار اللي موجودين في القنوات المعادية. كتب على حسابه على تويتر ايه؟ قال لك مظاهرات لطالبات جامعة الازهر في اسيوط بعد اختفاء طالب، وتردد انباء عن موتها بعد الاعتداء عليها، ورفض الجامعة الافصاح عن اي معلومات عن الجريمة. عايز اقول لحضراتكم ان اللي قاله الدكتور اسامة عبد الرؤوف اللي قاله لنا على الهوا طلع بيه بيان من شوية، والبيان ده اتنشر واذيع، ولكن لانه من يطلقون الشائعة او من يختلقون الحدث لاستغلاله هو ما يعنيهوش الجامعة نفت ولا لا، او الجامعة قالت اللي حصل ولا لا. ولذلك احيانا انا بضحك والله من بعض الناس، يعني يقول لك ازاي وده بيان المركز الاعلامي بتاع الازهر اللي طلع من شوية يمكن من دقايق صغيرة، وبيتكلم عن صفحات ومواقع مشبوهة وراء ترويج شائعة اختطاف طالبة بازهر اسيوط. والمركز الاعلامي للازهر يحذر من اصرار بعض المواقع الالكترونيه المشبوهه وصفحات التواصل الاجتماعي المجهوله على ترويج شائعه اختطاف واغتصاب طالبه بالمدينه الجامعيه للطالبات بجامعه الازهر في اسيوط، وذلك رغم اصدار الجامعه وفرعها في اسيوط عده بيانات تنفي تلك الشائعه منذ بدء تداول. هنا بقى كفايه كده يا شباب. هنا بقى عايز اقول لحضراتكم حاجه عشان نبقى على نور. يا جماعه هذه الصفحات وهذه الجماعات وأتباعها اللي موجودين في الداخل هنا لما بيختلقوا هذه الأحداث ويكبروها كشائعات ويصدروها للرأي العام ويشتغلوا عليها في الإعلام، ده هدف في حد ذاته. فلما يجي واحد يقول لك إيه كيفية مواجهة الشائعات، أنت بتتكلم على الشائعات كسلاح يستخدمه عدوك. هتواجهه أنت بالحقائق وإنك تقول معلومات، لكن بيبقى فيه إصرار على ترديد هذه الشائعات مرة أخرى. فأنا عندي هنا براهن على مين؟ براهن على الناس، على ناسي، على الناس بتوعي، على اللي موجودين،
ان انت صفحات مشبوهه ومجهوله يقول لك معلومات وتطلع المعلومات الصحيحه من المؤسسات بتاعت الدوله، فانت ما تصدقش معلومات الدوله وتظل تستمع الى المعلومات المشوهه المبتوره الملفقه المفبركه اللي من هذه الصفحات وهذه المواقع. في هنا مشكله. في هنا مشكله بشكل حقيقي، انه احنا محتاجين نبقى مرتبين اولويات هم اعدائنا مين وخصومنا مين. يعني هو فكره انه الناس دي هتبطل، مش هتبطل. هيكفوا عن صنع الشائعات وترويجها؟ لا، لن يكفوا عن صنع الشائعات وترويجها، مش هيحصل. انت هنا يعني صارف كتير على فكره مواجهه الشائعات. كويس؟ انت تعامل ببساطه، الدوله، الاجهزه الامنيه في الدوله، الناس اللي بيشتغلوا في الاعلام، لا، جهز نفسك على هذه المواجهه على الارض لانها مش هتخلص. يعني ما تعتقدش ان الشائعات هتخلص. مش هتخلص، ولانها مش مجرد معلومات، بقول لك بيختلقوا الحدث. فانت تبقى قاعد، في طالبات بتظهروا، وبيهتفوا، وفي قصه، في بنت كانت بتصرخ فعلا. فهو بياخد الحدث ده ويعمل بيه شغلانه تانية. ولذلك هو التضليل ما بيكونش بمعلومات كاذبه 100%، لانه لو المعلومات كاذبه 100% مش هتصدق. لكن هو بيقول لك اهو، ادي بنت اهي، وفي بنت كانت بتصرخ، وفي بنات طلعوا عملوا مظاهرات، اللي هم بنات، لا، بينتموا الى، والناس يقول لك كل اخوان اخوان اخوان. ايوه يا سيدي، ما هو ده موجود وانا انكره. هو انا هتراجع من ان انا اقوله لمجرد ان انت خايف ان انا اصدعك كل شويه اقول لك في اخوان؟ ما هو في اخوان، وفي ناس، في اعضاء هيئه التدريس في جامعه الازهر من الاخوان حتى هذه اللحظه، وده اللي هيلقي بقى هنا زي ما حاصل في الاوقاف. يعني مختار جمعه في الاوقاف قطع رجل الاخوان من الوزاره. محتاجين الازهر يعمل ده، ومحتاجين جامعه الازهر تعمل ده، لانه هذه حرب لا تتعلق لا بحريات ولا بنيله. ما بتتعلقش بده. فالواقعه دي احنا محتاجين اهو. دكتور اسامه عبد الرؤوف قال لنا انه في تحقيق بيتم، احنا محتاجين نعرف نتائج هذا التحقيق ونعرف مين اللي بيتحقق معاهم دول من اعضاء التدريس او من البنات. الراجل محمد صغير المدلس ده، هو بس فرحان بانه لابس الزي الازهري وبيطلع بيه في البرامج. المدلس ده قال لك واعتقال طالبات عشان تظاهروا. لا، البنات اللي روجوا الشائعه وينظموا هذه المظاهرات لاستغلالها لازم الناس تبقى عارفه، لان دول مجرمين. دول بنات مجرمات بيشتغلوا. هتقول لي ولاد صغيرين وبتاع، هقول لك صغيرين، ما انت بتتكلم على حرق البلد، ما هو ما بيحرقش البلد الا العيال الصغيرين. فدي واقعه ما ينفعش تعدي كده، يعني دي واقعه مش مجرد شائعه وخلصت. لان انت هتلاقي النهارده هتلاقي مندبه على القصه دي، الجامعه كذبت، المسؤول طلع كذب، الامور كلها واضحه، ومع ذلك هتلاقي الناس قاعده تتكلم فيها، والناس في مصر بيتفاعلوا مع هذا الكلام. فيعني ارجو انه الازهر لا هنا يقف وقف. انا بوجه رساله كمان لشيخ الازهر الدكتور احمد طيب شخصيا، يا مولانا البيت لا يزال فيه عطب، ولا تطمئن الا ان انت ما فيش اخوان عندك في الجامعه ولا في المشيخه ولا بتاع. لا، الازهر يحتاج الى قبضة حديدية في مواجهة أصحاب هذا الفكر التخريبي الذين ينتمون إلى الجماعة الإرهابية حتى الآن. مش هنضحك على نفسنا ومش هنخدع على هنخدع نفسنا، لأنه ببساطة شديدة ده مستقبل بلد ووضع بلد ووجود بلد، والأحداث الصغيرة دي مفروض ما تعديش.